نبدأ بقى للنطاق التجاري، فنقول بقى ستوب. ما هنقولش ستوب اختراعات، لان ممكن فكرة تجيلك وانت قاعدة، ولكن الاختراع بياخد وقت ومجهود، دراسات وابحاث، ولازم يكون في بصمة وحاجات كده. لكن الفترة الجاية تركيزنا كله على الشق التجاري بقى، البيزنس. تشتغلوا بقى، تشتغلوا وتجيبوا فلوس بقى. خلي الاختراعات، خلي البحث العلمي يجيب فلوس. بالظبط، دي فكرة والله ممتازة جدا، لأن البحث العلمي بره وحتى في مصر، يعني حتى كان دكتور ندى زخاري أيام ما كانت رئيس بحث علمي سابقة، وحتى وزير البحث العلمي الحالي، وده توجه وزارة البحث العلمي بشكل عام، يعني انه ارتباط الصناعه او بالابتكار، وان ما فيش صناعه تبقى كويسه الا اذا اعتمدت على اخر التكنولوجيا اللي بيوصل ليها العالم. اختراع يعني اقتصاد. صحيح. بس فده التوجه الحالي بقى، اقتصاد يغير من مستوى صاحبه، ينقل كنت نقله جيده اقتصاديا، وينقل البلد كلها نقلة اقتصادية جيدة. هستأذنك ناخد مكالمة تليفون. شيماء، صباح الفل. يا صباح السكر، صباح مليون كمان جاب يعني. حبيبة قلبي، صباح الفل عليكي. حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ الحمد لله. لا ده انا سمعت اللقاء، بسم الله الله اكبر. ازيك يا احمد؟ ازاي حضرتك؟ يا اسم غالي على فكرة، اخويا اسمه احمد، فانت ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يعز حضرتك يا رب، كده تكون ملء السمع والبصر، وربنا يصرف عنك عيون العائلين ومكر الكافرين وحسد الحاسدين. آمين يا رب.